لحظة القبض على الجاسوس ولقاء بوتين بالزعماء العرب وأخبار أوكرانيا وروسيا على الأرض. أولا نبدأ، السلام عليكم وتحياتي لكم مع أحلى يعني استكانة قهوة تركي في استكانة عراقية. أهلا بكم، وهنشوف فيديوهات لحظة القبض على جاسوس. ده كان يعني بيعرف المباني في منطقة المباني في دوناباس اللي موجود فيها رجال شرطة ورجال مخابرات، ويبلغ عنهم وبيضربوا المباني. وتم القبض عليه كما ترون، ويعترف ويقول أنا ندمان على كل حاجة حصلت. طيب، وصل الرئيس بوتين إلى كازاخستان لحضور القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. المؤتمر ده حضره أغلب زعماء آسيا والهند وتركيا، وأيضا يعني الرئيس الفلسطيني ومجموعة رؤساء. التقى الرئيس بوتين ب بن زايد وأهداه معطفه. البعض يقولون أنها هدية بسيطة زي ما احنا شايفين، ولكنها هدية رمزية. قال بيسكوف أن العرب يستحقون الدفء الروسي. عايز أقول لكم إن هذا اللقاء يعني وضح إن العرب صدقوا ما لقوا روسيا يعني شمت نفسها، فبدأوا يلجأوا إلى روسيا. ويقول إن الرئيس الفلسطيني إن حضن الرئيس بوتين بقوة كما نرى في الصورة، وقال له إحنا لا نحن لا نثق في إلا في روسيا. وضحك الرئيس بوتين وأخذه بالحضن زي ما أنتم عارفين. ده لقاء الرئيس الفلسطيني، وأيضا لقاء بن زايد شفناه. والتقى أيضا الأمير تميم مع الرئيس بوتين، واتكلم معاه كلام مهم جدا عن كأس العالم وكرة القدم. نسمع طيب واحنا بنشرب القهوة. أيضا أن أشكر فخامة الرئيس بعد ما روسيا قدمت نجاح كبير في تنظيم كأس العالم 2018. الأصدقاء الروس قدموا دعم كبير لقطر، خاصة من ناحية التنظيم في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022. فنحن نشكركم على هذا الشيء ونعتز بهذه العلاقة، وسوف يستمر هذا التنسيق إلى حين انتهاء كأس العالم. فأنا سعيد جدا برؤيتك فخامة الرئيس. زي ما انتم شايفين، الرئيس تميم بيشكر الرئيس بوتين، وقبل كده شكره الرئيس محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وأهداه. يعني بنسمع رئيس دولة الإمارات بيشكر الرئيس بوتين. حمد الرئيس، أنا سعيد جدا بلقائك بالنسبة للبريزيدنت ياو شيرا الفاصلي، وأهنيك بعيد ميلاد سعيد إن شاء الله في العز وطولة العمر. بعد ما سمعنا شكرا. الرئيس محمد بن زايد يشكر الرئيس بوتين. اليوم حصل يعني انفجارات في الكهرباء ومراكز مهمة جدا في أوكرانيا، لدرجة إن الترام بدأ يجره جرار زراعي أو يسموه تراكتر أو يسموه محراث عندنا في مصر. زي ما انتم شايفين الترام في أوكرانيا بيجره التراكتر أو جرار زراعي أو محراث كما يقولون، مش عارف انتوا بتسموه ايه. دي فيديوهات حصرية من أوكرانيا، وهنقول لكم على بعض الأخبار. أمريكا تبدي اختلافها مع السعودية حول الجدوى الاقتصادية لقرار أوبك، وأمريكا بتقول لهم لو كنتوا هتنفذوا يعني أجلوها لمدة شهر، تخفيض الإنتاج في أوبك أجلوها لمدة شهر. طب الشهر ده ليه؟ هل الشهر ده هينقذ أوكرانيا؟ هل الشهر هينقذ أوروبا؟ لا، الشهر ده هينقذ حزب الرئيس بايدن في الانتخابات يعني التجديد النصفي وكده. لأن لو غليت الأسعار ممكن يسقط حزب الرئيس بايدن. فهنا بيقول يعني أجلها شوية، مش عشان أوكرانيا ولا أوروبا، لا عشان الحزب بتاعه لا يسقط في الانتخابات. طيب، الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اتخذوا قرار إن أعلى سقف للبرميل الروسي 60 دولار، وروسيا قالت اللي بيقول كده إحنا مش هنتعامل معاه، هنخضع للعرض والطلب. وده الطبيعي والمنطقي ان كل حاجة عرض وطلب. طيب ايه روسيا؟ روسيا عملت بداية انشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجه بالفعل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا. يعني باختصار كده إن الغاز الروسي هيروح تركيا ويباع كأنه غاز تركي لأوروبا وتاخده بالهنا والشفا زي الفل، فما فيش حد هيقدر ينقص الأسعار وكده، وممكن يباع عن طريق أي وسيط تاني زي الصين أو مصر أو أي دولة تاني، ويباع الغاز بسعره الطبيعي. في تراجع في وصف الولايات المتحدة لبوتين، بايدن يصف بوتين بأنه عقلاني أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا. اللي كان بيقول عليه بايدن بوتين مجرم حرب، بايدن كان بيقول على بوتين الرئيس الروسي مجرم حرب، دلوقتي بيقول لك عليه رجل عقلاني. خلاص القوة هي المنطق. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد عقلاني أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا. وقال بايدن في حوار مع شبكة CNN الأمريكية بثت أجزاء منه أنه يعتبر بوتين قائد عقلاني أخطأ بشكل كبير في حساباته، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية. بوتين زي ما قلنا قابل أمير قطر واتكلم عن كأس العالم واتكلم عن حاجات مهمة واتكلموا عن الاقتصاد، والعرب ارتموا في حضن أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المناطق. وذكرت وكالة سترانا الأوكرانية أن انطلاق الإنذارات جاء من جميع من مع تجدد الغارات الجوية العسكرية على مختلف الأراضي الأوكرانية. وحذرت السلطات مناطق أوديسا وبولوتوفا وسومي وكييف رسميا من الغارة الجوية. جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية على محطة النقل في مقاطعة بريانسك. يعني في عمليات وفي حاجات بتحصل وحاجات يعني صعبة. نتمنى أن يسود السلام في العالم، ونتمنى أن يكون هناك سلام في كل مناطق العالم بدون استثناء، لأن الحروب يعني صعبة جدا في فرنسا دلوقتي. أقصى يعني تزويد السيارات أقصى يعني ساعة يدينهم 30 جالون، مع أن السيارة تسع 120 جالون، يعني يروح يقف في الطابور ساعتين ثلاثة ياخد 30 جالون أقصى حد. في أزمة طاقة في فرنسا، في مظاهرات في ألمانيا وخصوصا الفلاحين بيقول لك إحنا مش هنتجمد من أجل أوكرانيا، ومش هن يعني المواد الغذائية والسماد وكله هيقول لك تصالحوا مع روسيا. لكن يعني رئيس الوزراء الألماني بيقول لك إن دي حرب على الديمقراطية من روسيا. يعني إيه ديمقراطية؟ يعني عندهم الديمقراطية يعني ترك المثلية والحرية والحاجات دي، وهي دي الديمقراطية بالنسبة لهم. لكن الديمقراطية هي إن الواحد يعيش بحرية، بس في نفس الوقت يعني إيش يزوز الحاجات دي؟ هذه ليست ديمقراطية. وقالها الرئيس بوتين يا قال لك يعني الذي لا يسترجل ويتزوج فتاة سيجعل القانون يتزوجه. هنا يعني نتمنى السلام، وسبب خراب أوروبا تركها لوصايا ربنا يعني والحياة العلمانية، ودي توصلهم إلى جهنم أولا ثم إلى الفقر والدمار ثانيا. سابوا ربنا وسابوا وصاياه وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. يعني عايشين في حياة الحياة اللي هي مش مظبوطة، والحياة اللي تودي يعني جهنم وكده أولا ثم بتجيب الفقر على الأرض ثانيا. لا زي ما قال بوتين لا ننتظر أن يكون هناك جنس ثالث. هذه ليست ديمقراطية ولا حرية، هذا شذوذ عن الطبيعة التي خلقها الله. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد مع أحلى كوب قهوة. فعلوا الجرس ويعني شيروا الفيديوهات على قنواتكم وصفحاتكم، وتحياتي لكم. أحلى قهوة.